صباح الخير وصباح الرضا، صباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. تكملة لسلسلة حلقات مهمة جدا جدا عن تقنية وعن طفرة ناس كتيرة سألوا عنها وطلبوا ان احنا نعمل فقرات اكتر، علشان هي بالفعل غيرت حياة ناس كتيرة جدا، وهي تقنية الأكسجين النشط أو العلاج بالأكسجين النشط. بتفيد مين؟ مين اللي استجابتهم بتكون أعلى خلال الجلسات؟ طب هل هي جلسات ولا تقنية مثلا هتبقى بشكل آخر؟ إيه نوعها؟ مين الكانديديتس؟ كل ده هنعرفه في الفقرة النهاردة، وهنركز خاصة على مرضى السكر. اسمحوا لي الأول أرحب بضيوفي اللي منوريني النهاردة في استوديو صباح البلد. دكتور نادر المصري، استشاري العلاج بالأكسجين النشط، وعضو الجمعية الألمانية للعلاج بالأكسجين النشط، وعضو الاتحاد العالمي للعلاج بالأكسجين النشط، وأيضا دكتور أحمد يعقوب المدير الطبي لمركز كيور فرع المهندسين. أهلا بيكم منورين. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا قلنا بقى دي سلسلة حلقات، قبل كده اتكلمنا جنرال وقلنا هو بيفيد ناس كتيرة جدا 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 من ضمنهم مرضى السكر، ودول برضو يعني فئة كبيرة. فلو ابتدينا كده من الأول يا دكتور، إزاي هنفيد أو إزاي الأكسجين النشط كتقنية هتفيد مرضى السكر؟ طيب احنا مرضى السكر دايما اللي بيقولنا بيكون شكوتهم الرئيسية ان بيجي بالليل بالذات شكشكة وتنميل وحرقان في رجليه جامد جدا، برودة شديدة جدا جدا، ما بيتنيموش طول الليل. أوكي. كمان ضعف في النظر لان ما بيشوفش، بيبدأ يقل النظر عنده لدرجة ان في بعض المرضى ما بيشوفوش خالص. أوكي. ضعف في الذاكرة، الكلى انزيماتها بتعلى لان دي اكتر حاجة بتاخد السكر الزيادة من الدم تطلعه في البول اللي هو البول السكري. فبنبدا ندي الجلسات بتاعتنا، الجلسات بتاعتنا بتعمل الاتي: هو السكر مشكلته مش في السكر، السكر يتظبط بانسولين او اقراص او دايت، ولكن مشكله السكر في مضاعفات السكر، ان هو يعمل تصلب شرايين، يعني يخلي الكوليسترول ال ال دي ال قليل الكثافه يترسب جوه الشرايين والاورده فيضيقها. تمام. طالما ضيق الشرايين والاورده يعني الدم مش هيوصل للاطراف. أكيد. يبقى المريض مش هيحس بالاطراف بتاعته، هيحس بالالام الشديده اللي في المراحل المتاخره بقى، حتى من بدايه السكر. لو السكر مش متظبط بتبدا تحصل الموضوع ده في حلق بدري. انما لو مظبط السكر بيبقى في المراحل المتاخره بيبدا عنده ما يحسش برجله، يعني هو ماشي ممكن مثلا يقول لي في مرضى كتيره قوي يقول وانا ماشي الشبشب بيتقلع مني وما باخدش بالي، مش حاسس بيه اصلا، مش حاسس برجله اصلا، اتخبطت وانا ماشي وحصلت جرح في رجله وهو مش حاسس بالجرح، ما ياخدش باله الا بعدها بيوم لانه مش حاسس اساسا برجله خالص. تمام. طيب الاكسجين النشط لما هو بيدوب الكوليسترول الدهون يوسع الشرايين يخلي كميه الدم والاكسجين اكتر، تروح يبقى تروح للاعصاب والرجل اكتر، يبقى هيبدا يحس برجله، الشكشكه والتنميل والحرقان والبروده الشديده تروح، يروح للعصب البصري والشبكيه النظر يبدا يتحسن. كان في عندي بيشنت ما بيشوفش، يعني هي كانت موجوده في الصعيد، وصل للمرحله دي تدريجيا ان بيفقد بصره. اول مره جت فيها كانت جايه مع زوجها ما كانش بتشوف، هو ماسكها من ايديها قعدها قدامي لابسه اسود في اسود ما بتتكلمش، يعني بسالها ما بتجاوبش، هو اللي بيجاوب. فلما كلمته بساله فراح مشاور لي ان هي ما بتشوفش، فبدات اتكلم معاها طبعا يعني عشان اهديها وكده، بدانا ناخد الجلسات. بعد فتره من الجلسات، من الجلسه السادسه او السابعه على ما اعتقد، لقيتهم بيقولوا لي في مريضه مش قادره تاخد الجلسه لما تشوف حضرتك. قلت لهم خلوه. أوكي. فلقيت حد داخل عليا على سنجة 10، حد تاني خالص مختلف، يعني لابسه على سنجة 10 ميك اب كامل ودخلت سلمت عليا، فانا مش عارفها. قالت لي انت مش فاكرني يا دكتور؟ قلت لها لا مش، معلش مش واخد بالي. يعني قالت لي انا اللي جيت لك وما كنتش بشوف، انا حياتي كلها اتغيرت، انا بدات اشوف تاني. انا كان عندي مسمار داخل في صبعي وكان بيقولوا لازم يتبتر، انا لا انا ماشي عادي خالص، رجليا بقت كويسه جدا. تمام. كل حياتي اتغيرت، نومي بقى احسن كتير، حياتي رجعت تاني زي ما هي، السكر بدا يقل عندي جدا جدا، فبدات اقلل الجرعات اللي باخدها. فهو ده اللي بيعمله الاكسجين النشط، بيحسن كل الحاله العامه للمريض. مش بس بيبقى السكر، بيبقى عامل مساعد فعال بيمشي ان بارلل مع الدواء بتاع السكر، فبالتالي بقلل الانسولين. طيب انا عايزه بقى اروح لدكتور احمد، قول لنا كده يا دكتور احمد، دلوقتي احنا دخلنا في الجلسه، من اول لما الجلسه بتبتدي ايه التحضيرات؟ بعمل ايه للبيشنت؟ الديوريشن مده الجلسه قد ايه؟ بيستفيد منها او بيشوف نتيجه جلسات؟ لان انا عارفه ان ده برضه سؤال هيتسال، ومتوسط عدد الجلسات عشان اشوف نتيجه كتير قوي. معلش خمس اسئله. هو مبدئيا احنا في بدايه تحديدنا للعدد الجلسات او المقدار اللي هيحتاجه كل مريض بيتحدد على حسب الحاله بتاعته، يعني مثلا لو حد حالته سيفير لفتره كبيره، تعبان عنده جرح في رجله بقاله 5-6 سنين، فبالتالي لما بيجي لنا اكيد هياخد عدد جلسات اكبر من اللي هياخدها حد لسه المضاعفات عنده في بدايتها. يعني في مرضى عندنا بيجوا يكون السكر عندهم لسه مصابين اساسا بمرض السكر من شهرين مثلا. اوكي. فبالتالي ده بياخد عدد جلسات قليله، الدنيا بتتظبط عنده، الارقام بتظبط جدا، ما بيحتاجش ان هو يكمل معانا. دي بالنسبه لعدد الجلسات. فعدد الجلسات ده ما نقدرش ان احنا نقوله غير لما نشوف المريض، نشوف تحاليله، نشوف اشعته، حسب بقى هو في انهي مرحله بالظبط كده. طيب الناس هتقول طب الجلسات دي شكلها عامل ايه؟ بيحصل فيها ايه يعني؟
بص، هو الجلسات احنا بشكل رئيسي اهم حاجه عندنا ان احنا بنكون مهيئين الظروف المناسبه كلها للمريض. تمام. نبدا بقى بنختار نوع الجلسه المناسبه ليه، سواء كانت الحقنه العضليه، الحقن الشراجي، الحقن عن طريق الدم، ايا كانت الطريقه اللي احنا هنستخدمها في الحاله دي بنحددها برضو على حسب الحاله. تمام. كل مريض في حاجه مناسبه تتناسب معاه بتركيزات معينه تتناسب معاه، مع وزنه، مع طوله، مع درجه المرض زي ما قلت لحضرتك. كل الحاجات دي احنا بنشتغل عليها، بنحط خالص اطلاق. دي برضو هيخافوا من اللي هو انا احس بالم بقى ولا اي حاجه. كل العمليات بتاعتنا مفيش اي احساس بالالم اطلاق. لان هي حاجات بسيطه، احنا بندي حاجات ناتشورال كلها، فانا مفيش اي تدخل او حاجه تخلي المريض يتالم بشكل كبير. طب مده الجلسه قد ايه يا دكتور؟ مده الجلسه برضو بتختلف على حسب هو هياخد ايه. أوكي. بس في المتوسط بتاخد من 8 ل 10 دقائق، مش 8 ل 10 دقائق، مش اكتر من كده. مش ده حلو جدا يا جماعه. يعني انا عايزه برضو ارجع واتكلم على النقطه دي، بس معانا تقرير مهم جدا جدا برضو لمرضى السكر، هنطلع نشوفه ونرجع لكم، ابقوا معانا. بعاني من شلل نصفي وعندي ومريض سكر ومريض ضغط وضعف في البصر. سمعت الاكسجين النشط في التلفزيون الدكتور نادر، فجيت بدات اتعالج هنا من اول جلسه. التنميل اللي كان عندي تنميل في دي رجلي، التنميل اللي في ايدي راح من اول جلسه، والتنميل اللي في رجلي كان مرتفع لحد اصابع الرجل، بدا ينزل تدريجي الحمد لله. حسيت بحسن رهيب جدا جدا جدا، والنظر تحسن بدرجه ممتازه جدا جدا، وكل حاجه في جسمي اتحسنت الحمد لله رب العالمين. عملت عمليه المراره ها، وادوني بنت زياده، كلي ونصفي طلع نافوخي، وكنت ميتة، ورحت للدكتور نادر خلاني مية مية. الله يصلح حالك ويبارك لك. وعند بمشي ما كنتش بمشي خالص ولا بعرف اتكلم، الكلام ده ما كنتش بعرف اتكلمه ولا بعرف عيالي. الحمد لله، الحمد لله. ايه لك يا رب؟ بعاني من غلطة على الجنب اليمين، ورحت اتخذ كتير واتعالج منهم، مفيش حاجة جابت نتيجة خالص. شفت الدكتور نادر بيتكلم عن الهرجون، واخد خدت عنده هنا جلسات، خدت 5 جلسات وربنا شفاني علي وحرك ايديا ورجليا. كان عندي كسور في الدورة الدموية، كان في شرايين متصلبة، وكان الضغط بيوصل 240 على 120. لما خدت الاكسجين النشط وكده الضغط الحمد لله بدا ينزل، وصل لغايه 150 او 140 اخر مره على 100. معنى كده ان في ايه؟ نزول. غير كده وكده كان في طقطقه في الركب، دي قله الكولاجين في المفاصل، عوامل السن وكده، فلقيتها اختلفت والشرايين بدات تتسلك، وكان في تنميل في الاطراف نتيجه موضوع تصلب الشرايين. والحمد لله كل ده الحمد لله واحده واحده بيزيد. انا يا دوبك اللي خدته كله 5 جلسات وحاسس فيه تحسن. ارجع لكم تاني مشاهدينا بعد التقرير الرائع ده. والدكتور احمد هنرجع لكلامنا اللي يمكن كتير جدا من المشاهدين حابين يسالوا على موضوع عدد الجلسات. وطب لو انا اتحسنت من الجلسه الثانيه ولا الثالثه ابطل، زي كرسي المضاد الحيوي كده بالظبط، اللي هو انا اتحسنت دلوقتي خلاص ابطل ولا لا يمكن الاقي حاجه فعاليه احسن، او تحسن من صحتي بشكل عام ليها فوائد ثانيه غير الحاجه اللي انا شغال عليها. كلمنا في النقطه دي. هو بالنسبة لعدد الجلسات زي ما قلنا احنا بنشتغل بشكل رئيسي على تحديد المرض ودرجة خطورته ونحدد عدد الجلسات. تمام. في المتوسط بيكونوا من 12 ل 18 جلسة. بيجينا حد يقول لي 18 جلسة ده كتير. ده في المتوسط، لكن انت ممكن تحس بتحسن في الثالثة في الرابعة. انا فاكر ان جات لي مريضة كان عندها جيوب أنفية مزمنة ليها 10 سنين ما بتتنفس، لدرجة انها ما كانتش بتقعد في العيادة، كانت بتقعد على السلم، مش قادرة تحتك بالناس وتختلط، وعلى طول كحه. خدت 3 جلسات، 3 ما فيش غيرهم. قالت لي انا نمت نوم ما نمتوش ليا 10 سنين.
طب هل ساعتها بتقول لها لازم تكملي عدد الجلسات ولا بتوقف؟ انا بقى هي وقفت، انا اتصلت بيها وخليت السكرتاريه يتصلوا بيها، لان انا زي ما الدكتور نادر قال ده مرض مناعي، فانا لازم احجم الجهاز المناعي لحد ما اقدر ان انا اظبطه، لكن انا حجمته شويه وانت رحت بطلتي فبنلاقي الموضوع رجع. بس احنا في المتوسط بنقول للمريض ان انت هتبدا تحس بالتحسن من الجلسه الرابعه للجلسه الثامنه، ده كله على حسب التزامك، على حسب متابعتك معانا، ان احنا مش بس ان احنا بنديك جلسه ونقول لك قوم امشي، احنا بنتابع كل شكوى معاك كل دي مره. دي جزئيه مهمه جدا جدا يا دكتور نادر كنا عايزين نتكلم فيها، وهي جزئيه البوست كير او ما بعد الجلسات او خلال الجلسات. لو دلوقتي البيشنت اللي جاي ده مثلا في شق نفسي ان هو متضايق، ان هو تعبان نفسيا، ان هو عنده مشاكل، والشق النفسي دايما بيأثر احنا عارفين برضو على جسمنا وعلى صحتنا. حضرتك او التيم لغيتوا فكره وان مان شو اللي هو في الاوحد بس هو ده اللي هيعالج المريض او يتابع معاها او لا، ده تيم كامل بيتابع مع المريض وبيخلي باله منه حتى في الشق النفسي. كلمنا على البوينت يعني بالظبط كده، يعني احنا المريض بيجي كل جلسه زي ما الدكتور احمد قال، احنا عدد الجلسات بنحددها في الاول، بيجي المريض يبدا ياخد الجلسات. تمام. تحسن دايما بيكون من الجلسه الرابعه او الخامسه، بيختلف من حد لحد. بيبدا مهم قوي ان كل جلسه الطبيب اللي موجود يقيس له الضغط ونسبه الاكسجين والسكر نفسه، يبدا يتكلم معاه ايه اخر حاجه عندك، شكوى ايه، طب ايه التحسنات في ايه، طب التحسن حصل ايه، لانه بناء على ده كمان نبدا نظبط الجرعات، يعني نعلى بالتركيزات بتاعتنا طالما بدا يحس بالتحسن. أكيد. الكلام مع المريض نفسه بقى نفسيا طبعا ليه شق كبير جدا جدا في العلاج. الاكسجين النشط كمان من ضمن الحاجات الحلوه قوي اللي بيعملها انه بيفرز هرمونات السعاده اللي في جسمنا اللي هو الاندروفين والسيروتونين والدوبامين. انا لازم اخد الدوبامين طبعا طبعا، احنا الاستريس اللي احنا فيه لازم موضوع الاكسجين النشط، الاستريس اللي احنا فيه ده اللي احنا الاستريس اللي احنا فيه كلنا عايشين فيه، دي حقيقه. هو هرمونات السعاده دي لما بتتفرز المريض بقى بيبقى هادي جدا، نومه احسن كتير من الاول، المود بتاعه اتغير خالص. يعني انا حتى لسه بقول برضو للدكتور احمد ان طب ما اكمل الجلسات علشان صحتي والصحه العامه بتاعتي تبقى افضل كمان. احنا الاكسجين النشط بياخده الاصحاء والمرضى بالظبط، يعني احنا ملكه انجلترا كانت بتاخد الاكسجين النشط لحد ما ماتت 102 سنه. ده روتين يعني ممكن انا ابقى انا مش حاسس ان انا عندي اي مرض ولا عندي مرض مزمن، انا عايز تنشيط للمناعه بالزبط. وعايز ازود الحاله العامه بتاعتي زي ما احنا اتفقنا. احنا بندخل اكسجين ديليفري للخليه تديني احسن اداء وظيفي، يبقى الكبد هيشتغل احسن حاجه، العضلات هتشتغل احسن حاجه، العين هتشتغل احسن حاجه، كل اعضاء جسمي تبدا تشتغل احسن حاجه، احسن اداء وظيفه الدهون على احسن صوره. احنا اساسا في نقص اكسجين، يعني احنا الاكسجين نسبه الاكسجين بدات تقل حاليا دلوقتي، دي حقيقه نتيجه العوادم السيارات والفريون والحاجات اللي موجوده كلها، فاساسا احنا محتاجين. طب انا اتحكم بقى في العوامل الخارجيه دي، انا اقدر اتحكم في نفسي، بس انا هدي لنفسي وللخلايا بتاعتي اكسجين ديليفري لحد الخليه فتبدا تشتغل على احسن اداء وظيفي، وبالتالي عدد الجلسات اللي احنا بناخدها زي ما الدكتور احمد قال احنا بنقول من 12 ل 18 جلسه. تمام. في ناس كتيره جدا بتيجي مثلا من الجلسه الثامنه يقول انا اتحسنت 80%، فنبدا نقول له طب خلاص قلل عدد الجلسات، بدل ما تاخد جلستين في الاسبوع خليها جلسه في الاسبوع، خليها جلسه كل اسبوعين وهكذا. في ناس كتيره جدا من ابهاتنا الكبار في السن ما بيرضوش لما بيلاقي نفسه اتحسن يقول لي لا انا مش هبطل عشان هو حركته مثلا بطيئه، يعني مثلا بيجي واحد 70 سنه وعنده سكر وهو في الصعيد جه قال لي 80% اتحسنت، قلت له قلل، قال لي لا انا بمشي في اليوم كيلو، قلت له طب انا مش عايز احسدك بسم الله ما شاء الله انا بمشيش في اليوم، انا قلت له كده، قلت له مش عايز احسدك يعني انا مش بمشي كيلو كل يوم بسم الله ما شاء الله، ما تمشي كيلو كل يوم دلوقتي لا طبعا الحاله كلها اتحسنت قوي، فما بيرضاش يوقف يقول لا انا عايز اكمل على طول. وفي ناس فعلا خلصت الكورس بتاعها اتحسنت بنسبه 100% وبدات تيجي تاخد جلسه كل اسبوعين كمينتنس، كان انا بستمر برضو على بالظبط كده ان انا بحافظ على صحتي. احنا حسنا البنكرياس مثلا فخلينا البنكرياس يفرز انسولين اكتر. أيوة. وسعنا الشرايين فخلينا الدم والاكسجين يروح اكتر للخلايا، هنحافظ على ده بان احنا ناخد حاجه جلسه كل اسبوعين. طيب انا عندي اخر بقى سؤال يا دكتور احمد لان ده اتسال كتير جدا، هو هل في مثلا تيم للسيدات وتيم للرجاله علشان برضو خصوصيه؟ طبعا احنا مش تيم للسيدات وتيم للرجاله، احنا عندنا بارتيشنز خاصه للسيدات وبارتيشنز خاصه للرجاله، اوضه كامله امبيشنت علشان كل مريض يبقى ليه الخصوصيه بتاعته، فاحنا الموضوع ده بناخد بالنا منه جدا لان انت المريض مش جاي عندك مره وهيمشي. صح. ده مكمل معاك، ومش بس المرضى زي ما الدكتور نادر قال، احنا عندنا بروجرام كامل للناس اللي ما عندهمش حاجه. انا نفسي لسه بقى هنعمل عليه فقره ثانيه، انا نفسي ما عنديش حاجه وباخد اكسجين نشط وفرق معايا في كل اللي الدكتور نادر قاله في النشاط وفي التركيز أنا وفي يعني بص طبعا. انا معايا كنز فيديوهات لسه هوريها لهم في الفقرات الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله نورتوني وشرفتوني بقى. شكرا.
بشكر دكتور نادر المصري استشاري العلاج بالاكسجين النشط وعضو الجمعيه الالمانيه للعلاج بالاكسجين النشط وعضو الاتحاد العالمي للعلاج بالاكسجين النشط ودكتور احمد يعقوب المدير الطبي لمركز كيور فرع المهندسين. مشاهدينا كده تكون خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.